فكورونا اجى هالكورونا فيروس يعني خطير. حاولنا نمنع تجمعات ضمن الطلاب ونمنع الاختلاط، حاولنا نوصل فكرة التعليم للطالب ضمن الخيمة تبعه عن طريق جروبات واتساب ومجموعات واتساب، تمام؟ يعني حاولنا يعني هلا الطريقة هاي ماي مجدي وماي يعني كافي 100% لفهم الطالب واستيعابه، بس تقريبا راح تغطي او مغطي يعني مغطي 70% من 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 التدريس تبع اللي كنا متابعينه في الخيمه ضمن استاذ وطالب. يعني التقييم 70%، الطفل صار يستوعب يعني 70%، بس ولكن غير انه اذا كان المعلم موجود والطالب ضمن مدرسته. بس نحن الاساتذه بادروا في هاي المبادره مشان الطفل يتم يستوعب دروسه وما ينساها لبعد الله ما يكشف عنا هذا الفيروس الخطير.